مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية، فتعالوا معنا لكي نتابع أهم أحداث هذا الأسبوع. افتتحت مكتبة الإسكندرية معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في دورته 15، والذي استمر من 25 مارس وحتى 7 من إبريل بالمكتبة. حضر افتتاح المعرض الدكتور فيصل الحفيان مدير معهد المخطوطات العربية ضيف شرف المعرض، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب. خليني أشكر المكتبة السنة دي لأنه الشكل التعاون اللي اتعمل السنة دي علشان المعرض يطلع بالشكل ده الحقيقة بيحقق لي أنا شخصياً جزء من الطموح اللي بتمناه المعرض الإسكندرية الدولي للكتاب. والأستاذ سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين ولفيف من الشخصيات العامة. السنة دي في جديد في المعرض أو في تنظيم الفعالية السنة دي إن في تعاون بين 3 جهات، ما فيش تنافس بين معرض لمعرض، إنما في تعاون بين وزارة الثقافة ومكتبة الإسكندرية واتحاد الناشرين. ضم المعرض 50 دار نشر مصرية وعربية، كما احتوى على أجنحة الأربع دول العربية هم الكويت، الإمارات، سوريا، فلسطين. واستضاف المعرض داخل مكتبة الإسكندرية أجنحة للعديد من الهيئات الحكومية والعربية مثل وزارة الآثار والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. كما أضيف جناح سور الأزبكية ليكون من ضمن أجنحة المعرض مراعاة من الشباب الذين يريدون الحصول على كتب رخيصة الثمن. ضم المعرض الكثير من الفعاليات التي استمرت لمدة 14 يوماً وتصل إلى أكثر من 165 حدث ثقافي وأكثر من 650 متحدث. إن أردنا أن نتكلم عن هذه الوثيقة فإني أتكلم أولاً عن الحرية التي هي أثمن وأقوى حاجات الطبيعة البشرية، إلا أنه لا يجب أن يغيب عن أذهاننا أن الحرية تحمل في طياتها معنى المسؤولية، إذ هي في حقيقتها تعني رغبة الإنسان العميقة في أن يتحمل مسؤولية ذاته. وفي الواقع أنا يعني كنت مشغول جداً بقضية التغيير الإنساني، ودي محور الرواية كلها، إزاي الإنسان يقدر يغير من نمط حياته، إزاي يغير من نمط تفكيره، إزاي أنه يحتج على نفسه أو ما أطلق عليه في الرواية الذات العميقة، يعني بمعنى اللي هو أسلوب التنشئة والتعليم والثقافة والتربية والطريقة اللي هو عاش عليها، إزاي يكتسب ذات جديدة. دي مسألة رحلة صعبة جداً، أولاً محتاجة مقدمات ومحتاجة جسارة من الشخص ومحتاجة قدرة على مراجعة ذاته ومحتاجة قدر من الاحتجاج، وأيضاً محتاجة نوع من أنواع الصدمات اللي ممكن يتعرض ليها حتى يستطيع أن يعيد إنتاج نفسه مرة تانية ولكن بإطلالة جديدة. مكتبة الإسكندرية من يوم اتخلقت وأنا موجود فيها أدعمها وأحبها وأحترمها، وأشوف أهم حاجة بشوف فيها هي وجود الشباب اللي موجودين في البلد دي. أنا شايف إن ده عمل مهم جداً بعمله في حياتي بجانب أي حاجة تانية، أنا ده بالنسبة لي أهم حاجة بعملها في حياتي هو الكلام مع الشباب عن المخدرات، لأن أنا كنت دايماً أقول لو إحنا كانت عندنا الفرصة إن حد يجي يتكلم معانا على المخدرات أكيد شلتي كان حيبقى موقفها أفضل من اللي انتهت إليه. طبعاً موجود في أعرق مكتبة يمكن في الوطن العربي وأعتقد في العالم كله، مكتبة اسكندرية يعني من أعرق المكتبات على مستوى العالم،
وبعد تجديدها بقت يعني الحمد لله حاجة مشرفة وحاجة رائعة، مجموعة نادرة من الكتب والمخطوطات والحاجات القيمة جدا جدا. الواحد هو بيمشي في المكتبة بيبقى مفخور ان الحاجات دي في مصر. أكيد شرف لي أن أنا أكون متواجد النهاردة معاكم في نادي، ربنا يوفق الجميع إن شاء الله بإذن الله. أتمنى من نفسي أنها تستمتع بالكورة، يعني الكورة للاستمتاع والإمتاع وليس للشتم والسب. يعني ده اللي المفروض، ده اللي دايما بيتعاملوا مع الكورة الأجنبية وبيشوفوها إمتاع ودايما بيبقوا مستمتعين وبيتفرجوا. نتمنى برضه ده يبقى في مصر، إن هم يبصوا في الكورة على إنها المتعة وليس إن هو بعد الماتش هطلع أتريق على ده أو أشتم ده. يعني إن بقت الناس مهتمية بما بعد المباراة، إن أنا هشتم مين وهتريق على مين، مش إن أنا هلعب إزاي. يعني أهمية التعليم أن يعلمنا كيف نفكر، كيف نبدع، كيف نأتي بالجديد. مصر لها مردود وقيمة لا تنهزم أبدا، مصر لن تسقط، مصر عصية على الانهيار. الناس بتبص لمصر بس نظرة مختلفة، ودلوقتي اقرأ في كل أدبيات العلاقات الدولية يقولك مصر والعالم العربي، مصر كهيل لوحده وحضراته. بيجي كل سنة وباجي سبيسيفيكلي لسور الأزبكية، بس طبعا بحب أزور كل الحتت، وعجبني إن الإكستنشن الجديد اللي موجود فبيدينا فرصة أكبر إن احنا نشوف كتب من أنواع مختلفة ومن دور نشر مختلف. أنا أول مرة أجي معرض زي ده بصراحة، وحاجة قمة التنظيم والناس فيه هدوء تام وراحة في إن أنتي تروحي وتيجي وتتحركي ما بين الكتب وتشوفي الكتب حتى بتتكلم عن إيه. وأنا أول مرة بصراحة أجي حاجة منظمة زي دي. جميل جدا ومنظم وفي كل حاجه. انا لسه جايه دلوقتي، دخلت عليه بصيت فيه، في حاجات حلوه قوي ما شاء الله، حتى المره دي احلى من السنه اللي فاتت. المعرض عجبني، انا اول مره اجي وكده لقيت كتب لما بدور عليها بره ما بلاقيهاش. في سور الأزبكية هنا حلو برضو، السكشنز اللي فوق الدول العربيه واخده سكشنز دور النشر، والازهر جايبين مشايخ كتير وفتاوي وحاجات عن الرسم وكده. لا جميل يعني. مشاهدينا الكرام، ندعوكم لمتابعة قناة مكتبة الإسكندرية على موقع اليوتيوب والصفحة الخاصة باستوديو مكتبة الإسكندرية على مواقع التواصل الاجتماعي. وللتعرف على كل ما هو جديد زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت، وانتظرونا في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج أجندة مكتبة الإسكندرية.